السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفين ايه ده يا جماعة اللي هنتكلم عليه النهاردة؟ ده هنتكلم اسمه الكترونيك بالاتس. هنتكلم على مميزاته، هنتكلم على طريقة توصيله، هنتكلم بيستخدم في ايه. جاهزين يا جماعة نبدأ الفيديو؟ يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هنبدأ أول حاجة بالإلكترونيك بالاست اللي هو العادي بيسموه اي بي، تمام؟ وده بيركب في الاندور، وده بيركب يعني بيبقى اندور. ده يعني عشان المصطلح ده بس يبقى لازم أول ما يجي في ودنك تعرف يعني ايه اندور. اندور ده اللي هو الحاجات اللي هي بتبقى مكتب، مبنى، أوضة، دي الحاجات اللي هي الاندور. وده بيبقى الراجل محدد لك التوصيلة عليه، تمام؟ لو انت هتشغله على لمبة واحدة او لو انت هتشغله على لمبتين، وبيبقى حاطط لك الارقام هنا والروزتات هنا بيبقى عليها الارقام بتاعتها اللي انت بتبقى شغال عليها، تمام كده؟ طيب ايه الفرق ما بين البلس ده؟ وطبعا احنا شايفين في الصورة في واحد تاني اسمر، ايه الفرق ما بين الاتنين؟ تمام كده؟ الفرق ما بين الاتنين ان ده بلس قلنا بيركب عليه اندور، وده بلست بيركب جوه الموقع. لو انت شغال في موقع غاز، او لو انت شغال في موقع تراب، او لو انت شغال في موقع محتاج تكلفة اعلى شوية من ده، ده بيسموه بلست اي اكس. يا رب هي كومباينة معانا هنا في الصورة. ده هنا بيسموه بلست اي اكس، تمام؟ يعني اي اكس دوت اللي الراجل هنا محددها لنا، اي اكس ديت يعني ده بيركب في معدة ضد الانفجار. دي قصة تانية خالص هنتكلم فيها بعدين، مش عايزين نخش فيها دلوقتي. ممكن الاولاني اللي احنا شفناه الراجل راسم لك عليه التوصيلة اهي، ده هنا مش راسم لك عليه التوصيلة، ده الراجل قايل لك ان النقطة دي هتركب عليها الارث، النقطة دي هتركب عليها النيوترال، النقطة دي هتركب عليها اللايف، تمام كده؟ ده بتبقى الارقام نقطة اربعة لمب، نقطة اربعة دي بتبقى مكتوبة اللمب كونكشن، نقطة ثلاثة لامب كونكشن، تمام كده؟ والنقط ديت اللي هي بتبقى واصلة هنا، واحد اتنين خمسة ستة. نيجي نمسك النقطة رقم واحد، هتلاقي الراجل حاططها لك هنا ديت، وده الاي وده الان. اي ارث ان نيوترال لاين اربعة وثلاثة الراجل محددهم لك هنا ديت، هتوصل ايه توصيلته سهلة جدا. ايه الفرق ما بينه وما بين التالت اللي معانا هنا؟ التالت اللي معانا البلست التالت ده اي اكس برضه بس اعلى شويه. يعني واحنا ان شاء الله لما هنتكلم في الفيديو بتاع الاي اكس هنا، الراجل ده عامل لك ده هنا اي اكس ان اي نان سبارك، نان سبارك، تمام؟ ده هنبقى نتكلم ايه فيهم بعدين. هنا الراجل هنا محدد لك الاي اكس بتاعه دي اي، ده موضوع عالي جدا، تمام كده؟ وهنا برضو انا هنا بس يهمني ان احنا نعرف طريقه التوصيل ازاي. لما يقع في ايدي لما يقع في ايدي بالاست زي دوت او الكترونيك بالاست زي كده، انا اعرف اوصله ازاي. وهنا الراجل برضو كاتب لك 3 ان 1 لاين، فين الارقام دي؟ اهي ديت الارقام هنا. مميزات البالاست ده بقى ايه بقى؟ عن لان ده في الكشافات بيحل محل الملف الخانق، احنا اتفقنا، والستارتر والاجنايتر، يعني هو ده اللي بيبقى في الكشاف هو واللمبه فقط لا غير، تمام كده؟ ده من مميزاته سرعه الاستجابه، بسرعه ما تجيش تشغل اللمبه وتقعد. ده بقى ايه؟ ده سؤال مهم في انترفيو لازم تعرف اجابته كويس جدا. انا قاعد في انترفيو بسالك حضرتك فني كهرباء، انا اشتغلت فني كهرباء، ايه الفرق ما بين البلاست والملف الخانق؟ اول اجابه لازم تقولها اللي هو سرعه الاستجابه بتاعته، ما اجيش ادوس على المفتاح بتاع اللمبه عشان تنور تقعد تطفطف والدنيا تزيد معايا، لا، ده دوس على اللمبه تشتغل معاك على طول، بيعيش وقت اطول عن الملف الخانق، تمام كده؟ وما بيأثرش باجهاد على اللمبه، تمام؟ وان شاء الله هنتكلم على طريقة توصيله في كشاف كامل ان شاء الله الفيديو القادم. يا رب تكون المعلومة وصلت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.